سلام وخير أخو التاب المسيح. اليوم عن جديد القديس بيو بخبرنا من خلال علاقته الروحية مع الله أنه دعونا نكون قديسين، لذلك بعد أن نكون معا على الأرض نكون دائما في الجنة أي في السماء. الإنسان مدعو ليعيش القداسة. هالدعوة موجهة من يسوع المسيح: كونوا قديسين. والقديس بطرس بدعينا لحتى نكون قديسين بحياتنا كلها. القداسة هي مسيرة وتمييز، مشوار ورحلة. هالمسيرة بتبلش على الأرض بالإيمان والأعمال سوا. مثلا في ناس بتركز على الأعمال، بتشتغل كل الوقت تتنشر أعمال محبة ومساعدة الآخر مع أعمال رحمة وكتير إشياء كرمال مساعدة الإنسان. هيدا الشخص اللي بيركز على الأعمال بيكون مثل مؤسسة خيرية ما بتبغى الربح. المثل الثاني هو الشخص اللي بيركز على الإيمان بس: أنا بآمن، بصلي، بتأمل وبروح على القداس، أكتر من هيك ما بعمل. وهيدا الشي بكفي بنظره، ما بيفكر إنه يساعد الآخر بالأعمال. القداسة منا الأعمال من جهة والإيمان من جهة تانية، بل القداسة هي الأعمال والإيمان سوا. مثل ما بيخبرنا القديس يعقوب الرسول: نحن مدعوين لنرغب القداسة ونحققها بنعمة يسوع المسيح. لما أقبل التغيير بحياتي بحسب مشيئة الرب كون عم بتوجه نحو القداسة. لما تهمني مصلحة الآخرين وخصوصا إخوتي بحكيهم كرمال القداسة. لما حب الآخرين وحب الرب بتبلش القداسة. القداسة هي مشوار، مننما ومنكبر سوا بنعمة يسوع كل يوم. حتى لو عشنا الشك أو الجفاف أو إشياء غير، لازم على طول نسابر على الصلاة والتأمل ونتقرب للرب أكثر وأكثر. بابا فرانسيس بيقول بالإرشاد الرسولي تحت اسم المسيح يحيى إنه إن المسيح يحيى هو رجاؤنا، إنه حي ويريدك أن تكون حيا، إنه فيك ومعك ولن يتركك أبدا، ومهما ذهبت بعيدا إنه هناك بجانبك. هو القائم من الموت يدعوك وينتظرك كي تعود إليه وتبدأ من جديد. عندما تشعر بأنك تشيخ من الحزن والاستياء والمخاوف والشكوك أو الفشل، سيكون معك كي يعطيك القوة والرجاء. إن رغبة البابا فرانسيس هي أن يذكرنا ببعض قناعات إيماننا ويشجعنا في الوقت عينه على النمو في القداسة والالتزام بالدعوة الشخصية. علمنا يا رب نرغب القداسة فوق كل شيء، ونطمح كل يوم لنتجدد ونتخطى الحواجز اللي بتبعدنا عن القداسة. اسمح لنا يا رب أن نردد مع القديسة تريزيا الطفل يسوع: أرغب أن أكون قديسا. نشكر الرب على كل شيء، ودعونا نصلي كل يوم على نية القداسة البابا فرانسيس، ونكون أكيد عم نتأمل.